ليلى رام الله مع الأستاذ أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات. أستاذ أحمد، هل ترى بأن في هذه المرحلة تحديدا يوجد تحول دولي وضغط حقيقي من قبل الولايات المتحدة، وإلى أي مدى يمكن النظر لحدود هذا الضغط على إسرائيل؟ تحياتي للجميع. ضغط حقيقي لا، لكن هناك الإدارة الأمريكية تريد أن تحاصر هذه الحكومة، حكومة نتنياهو، التي عمليا تتلاعب بها وتبتزها وتتملص من كل يعني خطط الإدارة الأمريكية أو نصائحها أو أوامرها. الضغوط الحقيقية للإدارة الأمريكية هي ضغوط إسرائيل، أمريكا تلوح بها ولكن لم تنفذها حتى اللحظة. إدارة بايدن تحتاج إلى إنجاز، تحتاج إلى أن تخفف الضغط عليها هي نفسها من شارعها، من نخبها، حتى من الكونغرس نفسه هناك ضغوط على هذه الإدارة. وكذلك يعني نتنياهو لا يعطي هذه الإدارة أي فسحة حتى للقول أنه هناك نجاح أو تقدم للرؤية الأمريكية في كل ما يخص الحرب على قطاع غزة. حتى نكون واضحين هنا، أمريكا هي التي تضع، هي شريكة في الأهداف إن لم تضعها لإسرائيل. الأهداف البعيدة للحرب هي متفقة بين إسرائيل وأمريكا، ولكن الكلام، وهذا يعني أكرره أو الكل يكرره، الكلام هو عن التفاصيل، عن الأداء، عن الإخراج، عن ترشيد إسرائيل، عن كبح جماع جنونها، عن عدم تورطها فيما لا يعرف أحد. وبالتالي الضغوط هذه لن تصل بعد إلى فكرة أنه إسرائيل توقف إطلاق النار. ما زالت أمريكا تطلب تخفيض عدد الضحايا الفلسطينيين وزيادة المساعدات، ولكنها تقول بملء الفم أنها مع اقتلاع حركة حماس، وأنه لا سلام إلا بعدم وجود حركة حماس.